ولا احنا ممنوع لا. كل متابعينا في اليوم السابع مائدة رمضانية هنا بمحافظة كفر الشيخ، شباب مسلمين ومسيحيين. ازيك يا استاذ جورج؟ انا قلت ابدا بيك انت. ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. قول لي بقى، يعني اصرار على ان لازم تكون مائده رمضانيه بتجمع ما بين شباب مسلمين ومسيحيين عشان يفطروا الناس يوميا. اهلا، كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير وبصحه وسلام وامن يا رب. حاجه بسيطه كده بنقدمها لاهلنا في كفر الشيخ بمناسبه الشهر الكريم، ويقعدوا علينا كلنا يا رب بالايه، باليسر والخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي الفكره جت ازاي؟ الفكره من 12 سنه بالظبط، من 12 سنه. مجموعه من الشباب اللي انت شايفهم دولت كلهم معانا اخواتي، وكان معانا محمد ناجي الله يرحمه. ابتدينا بجمعيه صغيره كده والحمد لله كبرت، وزي ما انت شايف كام شاب هو مسلم ومسيحي. 16. مش عايز اقول مسلم ومسيحي، احنا كلنا واحد. 16. بتعرف الكلمه دي تقيله عندي. ايوه بالنسبه لك انت. احييك. احنا 16 شاب كلنا اصلا. 16. قول لي ايه الاصناف بقى؟ تعالى فرجنا الاول. تعالى الاصناف النهارده. شيف طارق. ازيك يا شيف طارق؟ تعالى شيف طارق. عامل ايه؟ الحمد لله. دي اللحوم. اللحوم. جميل. عايز تطلع كده؟ ايوه. يلا حالك كده. ما شاء الله. مقطعة من نبات. مقطعة من نبات. كل حتة لحمة على الطبق الرز بتاع يعني انت عامل حسابك ان كل حتة لحم دي مناب. حتة كبيرة برضو مش صغيرة. كبيرة ما شاء الله. ما شاء الله. جميل. طيب النهاردة ده اللحمة. ايه تاني؟ في بسلة. خضار برضو. تعبى منها على الترابيزات برضو. الترابيزة. هنشوف حكاية الترابيزة. والرز بتاع والرز بتشوفها بتستوي. بتشوفها بتستوي. قصتها طيب؟ زون طيب. عامله ايه؟ قول لي بقى، بتبدا شغل انت؟ الساعه 10 الصبح. 10 الصبح. 10 11 تبدا. باذن الله. بيختلف يوم اللحمه عن الفراخ عن السمك؟ بالنسبه لي انا كل الشغل زي بعض، وكلها حاجات الحمد لله ربنا سهله بالنسبه لي، والحاجه بتاعت لله ديت بتبقى بالنسبه لنا خفيفه على قلبنا، يعني اللي مبسوطين احنا شغالين فيها كمان. والجماعه الرجاله كلهم بيشتغلوا معانا وبيساعدوا معانا والحمد رب العالمين. كل سنه طيب وربنا يعني وعليكم. ربنا يديك الصحه. دي اللحمه. ده الرز ده؟ ده رز. هندسه. يلا هندسه. ازيك؟ عامله ايه؟ عرفت انك انت والده الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله. ما اكتفيتيش بس ان هو يشتغل ويساعد؟ لا بتوقف معاه هنا بس. بتوقف معاه هنا بس. بتوقف معاه هنا في المائده بس. في المائده كل رمضان بس. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه. ده ايه ده؟ رز ايه ده بقى؟ ده رز كبسه. ده كبسه؟ بس برز بلدي. برز بلدي. برز بيت. مش برز بسمتي. ما شاء الله. ده السنوشي. هتسيب اللي عندك ده شويه. دي الوجبات المتعبيه دي؟ لا دي السلطه. دول خضار. ده السلطه. ده الخضار. افتح لي واحده كده بعد اذنك. ايه اللي عامل السكينه؟ هجيبها لك اهي. خلاص بقى. جميل. بالاضافه الى الرز اللي بيتعمل طبعا. خضار، سلطه، رز، طبعا المخللات. بالاضافه للمخللات كمان. ما شاء الله. التعبئه بتبدا من امتى بقى؟ الساعه 4:30. يعني حاليا دلوقتي. الساعه 5. طلع 300 وجبه المقربين والضيوف اللي بره. وبعد كده يعني الاول في 300 وجبه مغتربين. مغتربين والناس اللي على باب الله اللي في بيوتهم، الناس اللي زورها بتسمع يعني شيء. يعني هي من العمليه مش مقتصره على مائده هنا بس. لا مش هنا بس. انت بتوزعه؟ طبعا بنوزع 300 وجبه قبل الفطار بره. الناس اللي
الطلبه المغتربين والناس المغتربه والناس المتاخره برضو وناس بتروح بيوتها وغابات وناس ايتام كده يعني. خش يا شيخ حسين برضو خد منه كلمتين مولاني. ماشي. هو ينام من داعش بس عادي. كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم تجهيز الوجبات هنا في محافظة كفر الشيخ. بتحط عليها اللحمة وفوقيها؟ المحطوط ده ايه بقى؟ ده ورق لورا وحاطين ورق دجاج شكل الترابيات. استاذ وليد استاذ وليد استاذ وليد تعالى لي قول لي بقى الحكايه ايه؟ الحكايه حضرتك ان احنا هنا من 7 سنين 8 سنين احنا عملنا زي شبه جمعيه كده ما بيننا وما بين الشباب. تمام. قررنا ان احنا نعمل بيها مائده رحمن، مائده رمضانيه. طبعا في احنا في موقع كل الناس طبعا حطت القطر جنبنا مكان حي، وبمعنى اصح في ناس بتيجي في ناس غريبه ناس كده بتاع ما بيلاقوش مثلا يفطروا فبيخشوا معانا ويفطروا وبيقدروا ان هم بنقدر نقوم على خدمتهم وربنا بيقدرنا بيعنا ان احنا نعمل حاجه كويسه يعني الحمد لله والناس كلها بتساهم معانا واحنا مجموعه شباب كويسه محترمه يعني. ومش مقتصر على مجموعه الشباب اللي هنا بس، لا ده المائده كمان بتستضيف اي شاب متطوع لخدمه اهالينا هنا. ما شاء الله ما شاء الله. تبدا عمليه دلوقتي تعبئه الوجبات؟ اه لغايه دلوقتي حاليا بنبدا نوزع الاول 250 وجبه بره خارج بتروح البيوت 250 وجبه، وبعد كده بنبدا ننزل هنا من 200 ل 250 فرد هنا داخل الايه؟ داخل الصاله اللي احنا عاملينها هنا كده في الحديقه اللي احنا السيد المحافظ موفرها لنا طبعا مشكورا جدا، وكل سنه هو طيب وكل سنه والشعب المصري طيب.